والحج له شروط وله أركان، يعني من شروطه أن يكون الحاج مسلما طبعا عاقلا، هذه شروط الصحة، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، وأن يكون مسلما عاقلا وفي وقته، في وقت الحج. تذكر شيء من الشروط؟ لا، شروط الصحة، شروط الصحة، مسلم عاقل، شو اسمه، داخل يعني في وقت الحج يعني. على كل حال، أما شروط الوجوب فيزيد عليها أهل العلم أن يكون حرا، أن يكون بالغا حتى يجب عليه الحج، فإنه لا يجب على الصغير ولا يجب على العبد ولا يجب على المرأة حتى تجد محرما، فيسمونه، والقدرة أن يكون مستطيعا حتى يجب عليه الحج.